بتقيم مودست مع النادي الاهلي ازاي؟ بقيمه زيرو زيرو. زيرو، لان انا لما اجيب لعيب بقيمه نادي الاهلي واجيب اصلا لعيب بقيمه بقيمته هو كلعبه في نادي كبير، لازم اكون جايبه وهو يعني جاهز، لان الراجل ده جاي 35 سنه هيلعب لي سنتين ثلاث، المفروض ان هو بيلعب في دوري كبير ومش اجيبه يلعب لي سنتين ثلاثه يكسر لي الدنيا، تمام؟ لانه هيلعب في دوري مصري اقل شويه من المستوى اللي كان بيلعب فيه. لكن اجيب لعيب ادفع له المبلغ ده وانا داخل في 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 في, في, في كذا بطوله ما عنديش مهاجمين اصلا، يعني انا اصلا في النادي الاهلي ما فيش مهاجمين، بندور على كل فين وفين لما جينا مهاجم وبعدين بيمشي بيلعب ماتشين ويلعب بيمشي. فانت لما اجيب واحد زي ده وتدفع المبلغ ده لازم يجي يكسر الدنيا، يجيب له 30 40 جون، 3 يا عم 20 جون ويلعب. لكن لحد ما بيتجهز، فانا شايف ان ومين اللي هيستحمله؟ جمهور في الاهلي ما بيستحملش. وجهه نظرك هيرحل في يناير ولا هيرحل نهايه الموسم؟ مش عارف، هل الناس هتسيبه عشان يحلل الفلوس؟ بمعنى يحلل الفلوس؟ يعني هو ده واخد مبلغ كبير، واخد 1.5 مليون تقريبا، صح؟ دولار. ما هو ايوه اكيد دولار، مش هياخد 1.5 جنيه يعني، اكيد 1.5 مليون دولار. فانت بتتكلم عن مبلغ كبير جدا، يعني بحوالي كام؟ 70 مثلا او اكتر، يعني ما اعرفش الدولار بكام دلوقتي، يعني مبلغ كبير. بنك ولا هتحسب؟ هو مبلغ كبير ايا كان، بنك او بيسبب لك يعني ليه 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 مبلغ واحد ده ما تقيمش؟ طب جاي يبناء على مين؟ يعني مين اللي جابه؟ هل مدير التعاقدات واللجنه ولا ده جاي عن طريق وكيل خارجي؟ ما برضه لازم نفهم، مش معنى ان انا لعيب في ريال مدريد كان بيلعب في اخر مرحله ليه كان بروسيا دورتموند، ماشي ما يا عم في ريال مدريد، بس بعد ما جه يعني بعد ما قعد 3 4 شهور. طب وبعدين وفي سنه ده لحد امتى؟ بس هو انت شايف الصح عشان جبته بالرقم الكبير ده خليه يكمل؟ عايز اقول لك حاجه برؤيتي انا، يعني الله اعلم، ربنا يخلف ظني، اللعيب الكوره بيبان، بمعنى اني يعني ممكن اكون مش جاهز فنيا بدنيا، بس فنيا ممكن وانا واقف ممكن اقول. يعني قصدك على مودست ايه بالظبط؟ حاسس ان هو بعيد يعني ما اعرفش.